اسمها احلاها اسمها ليلى. ومنين انت بتعرفيها؟ اليوم تعرفت عليها. اليوم تعرفت عليها وبدك تجوزيني اياها؟ ايه المكتوب مبين من عنوانه ما شاء الله عنا كامله مكمله. اذا كامله مكمله ليش تطلقيها؟ هي ما تطلقت لك اخي، هي ترملت حرام. ترملت؟ ايه ماشي اختي، هلا بعدين انت شوفيها فهميها بركي ما بتناسبني. طيب ماشي، انا اليوم جسر لك نقطه. ماشي ها تاخرت بدك شيء؟ يلا معي. الو انا بالطريق لعنده. طمني الشباب وصلوا؟ الشباب وصلوا من اكثر من ساعه، والامانه خلال نص ساعه بتكون وصلت. لكان اليوم رح نحلي درسنا ما؟ حاضرين. باي باي اختي. الله معك، الله يحميك. شو يعني؟ ليمتى بضل قاعد مستنينا؟ يا معلم ما في حركة عم يتحركوا الا من لا حول. كل شيء طبيعي. وانت شو بتمرر نحن جاهزين؟ بلكي اهلا عم تستروا عليها او مخبينا. يا ريت، لانه ساعتها رح يوقعوا ورح يوقعوا. ما عم نخليهم يتنفسوا. لإمتى بس لإمتى؟ هذا وقت عم يمضى، هذا حقه مصاري. معلم شو بدك نعمل لحتى نعمل؟ اسمع، هاي البنت اسمها نايا، صحفية بتشتغل بنفس الجريدة اللي بتشتغل فيها جولي. بنت خفيفة وبتنشد، زبطها. وهي عندها معلومات؟ ما بعرف، كل شيء وارد. معقول ما وصلت هاي رسالتي؟ معقول ما حدا من أهلي اتصل لهلا؟ مو معقول ما بيعرفوا عنا شيء؟ ما بصدق، ما بصدق. حاضر يا جوري، حاضر. ما في غير الكورتيزول؟ ما في غير الكورتيزون جوري؟ ما في. ولا تقلقي، الكورتيزون بعرف انه مزعج، مزعج بيترك اثار يعني، بس بيترك اثار. لا 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 لا، هو بس سمعته سيئة بين الناس. بس اعطيني جوري، الكورتيزون ما عندنا غيره. ما بدي، رح يعيش فعال ومؤثر ضروري، وبدنا نبدا فيه بجرعات مكثفة كمان، ما بصير غير هيك. ما بعرف شو بده يصير فيني. أنا رح يصير لك الخير، صدقيني وثقي فيني. أنا آسفة. ماشي. طيب شو ناطرين هلا؟ ناطرين نعمل شغلة بسيطة كتير وصغيرة كتير، نتأكد بعدين نبدأ بمراحل العلاج. نتأكد من شو؟ بدنا نعمل عملية صغيرة كتير. عملية؟ لا عملية بازل يعني، بسيطة. شو هاد ما فهمت؟ كنت بالشام عم أقدم بكالوريا، هالحكي من 4 سنين، كانت مادة الإنجليزي. سهران طول الليل محضر ومركز، ورحت على الفحص تفقلت كتير لأنه الأسئلة ما كانت صعبة. وتذكر بوقتها كيف كان المراقب واقف مع عنصر حاطط مسدس على خصره وعم يحكي. فجأة لف المراقب وشه على الشباك وعمل حاله عم يحكي على الموبايل مشان ما ينتبه انه العنصر فات
وعطى ورقة إجابة لشاب قاعد قبلي مقعدي وطلع. وبعد شوي سلم الشاب ورقته طبعا بعد ما نسخ الإجابات كلها. يوميتها حضرت الفحص كله عم فكر شلون هيك المراقب خاف وعمل حاله عم يحكي على الموبايل وكيف فات هذا العنصر اصلا على المدرسه ومين هذا الطالب اللي فوتوا له ورقه الاجابه. والاهم من كل هذا الحكي يا ترى المدير بيعرف؟ منيح هيك؟ ممتاز. The largest single account this company has or probably ever would have is a potential account. Potentially, I consider you to point that out, Phil. Potential. شوفك ليش عم تسألي؟ ما بتعرف ليش عم بسأل؟ خير صحتك فيها شيء يعني؟ مصطفى شو دخان؟ لسه ما دخنت أنا. شو سمحتي لي؟ أنا هاي أول سيجارة بدي دخنها اليوم قدامي. شفتيها؟ لا هاي مو أول سيجارة هاي الثانية. هاي هلا هاي دخنها قدامي أنت سمحتي لي. إذا عم تتضايق من الدخان قومي عدي على المرجوحة بعيد عن الدخان. وإذا قعدت إنك شلون بدي أشوف الفيلم؟ نفتلو لهنيك بتشوفه. وإنت كيف بدك تشوف الفيلم؟ أنا لا خلص أنا بروح بقعد هون خليك إنت. You're goddamn right I phoned him. And you spoke to him direct. I talked to his secretary. You're on a long distance call. نوال؟ شو عم يطلع بالفيلم هلا شو؟ احكي لي. يا سيدي بده يطلع فيلم بجنن عن جد يسلم تمك درر. مو مثل بعض جماعة. بص ايدي اذا ما كان حاطط راشيتات وقال عم يتحجج بالمسدس تبعه. لا حلو ابو سمرة حلو عن جد يعطيكم العافية كلكم. انت شو حاسس انا؟ انا ماني حاسة بشي. هلا الفكرة حلوة بس ما بتخيل شلون بده يطلع. عن جد كثير حلو هون كان لازم نصور. خاص مو مشكلة الاوردر الجاي نصور هون. اكيدو. يعطيكم العافية شباب، نحن اليوم خلصنا، عن جد شكرا. لا ولو على شو، صحيح بدي اسألك إمتى التصوير الثاني؟ يعني بهاليومين، بركي بنعمل موعد وبنخبركم. اوكي اتفقنا. بدي آخذ الكاميرا معي، بدي أشوفهم على رواق. ماشي اوكي. يلا باي. باي باي يا شباب. صار عنا. بدي أروح على البيت، الوضع مكركب شوي. ما اتصلت أختك؟ لسا، سلام شباب. الله معك. يلا تصبحوا على خير. وأنتِ من أهله. شباك ما في شيء انت شباك ولا شيء اخيرا بحلم رح يقوصها قوصها قوصها ايه وشو صار بعدين اعلانات شو ها؟ سكيني يا حلا لك مرايق ليه؟ هين سكيني يا مثل ما عملي حبيبي هلا بدك تعكسي الشاشة لعندي ماشي خليك مثل ما انت طلع على الشاشة شلون بدك لك بتنيلي مرايق بيدي راح اروق عليك لا حول ولا قوة الا بالله حركي المرايق على اليمين شوي كمان 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 بس 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 طبيها لعندي طب ايوه بس ميليها بالعكس مثل بالعكس ايوه ايدك تشيع لقدام يعني على اليسار تمام ايه؟ بس منيح بس خليكي خليكي هيك شو ايه ايوه منيح هيك لا طبيها شوي كمان شوي بس ايوه زبطت هلا علي لي الصوت شوي شلون بدي علي ليش فيني اتحرك
شلون معي؟ ماسك المراية. اي بقى لحظة لحظة جاي لعندك لحظة. ايوه خليك مثل ما انت. Just remember something is more important than money. يا ريت قلت لك تساوي لي كاسة نعناع قبل ما تمسكي المراية. خليك يسافر. ايه تمام بس طبية مثل ما هي طبية شوي لحظة. تمام طبية بس يمين شوي. لا بالعكس بالعكس. ايوه سمعتي هيك طبية شوي بس. يا سلام صوت وصورة وترجمة. نوال ريلي الترجمة ريلي كي؟ ريلي الترجمة. ألو إيه معلم حسين لك وينك أنت؟ ساعتين وأنا عم دق لك وخطك مسكر صاير معكم شيء؟ تأخرتوا كثير مو صاير شيء معلم بس خبرونا بالضيعة اللي جبنا إنه في عرس والعرس شكله حامي شهر 3-4 ساعات بيمشي الحال يعني ما في مشاكل؟ ما في شيء معلم ما في شيء بس بدنا نستنى يلا روح برجع بحكي معك حبيبنا لك يا اخي شو صار معهم كانوا وصلوا على حلب هلا سكرت معهم بنشر الدولاب معهم وتلبكوا شوي بس كله تمام لا تقلق اكيد حسين عم اقول لك هلا سكرت معهم اطمن اذا بدك يلا جاي لعندك سلام ماشي سلام شو لا شي بيعرفني قال بنشر معهم الدولاب من اجل بكره الصبح اليوم مو فارق معي بس اتصلوا فيني جماعتي قالوا لي سلموا البضاعة وقت المصاري ليكون جاهزين اوكي ناطر تليفونك هلا سلام الله معك ها لسه لازمك شيء هاي كاسة المي وهاي موبايلك خليه جنبك بدك شيء تاني اسلم ويدك ويدك جوري بدي اياكي ترتاحي ارتاحي ونامي ولا تفكري بشي هاي اهم شغلة لا تفكري بشي بس نامي ما بقدر ما افكر خايفة كتير ايه بسيطة صدقيني بسيطة هاي من اعراض المرض الخوف والقلق والاضطراب والارتباك وكله هاد كل هالشغلات النفسية هي بتصير طبيعي بتخوف عمايك بس الخوف ما لازم يدفعنا للكآبة لأن الكآبة بتدفعنا نفكر بشكل سلبي ونحن ما بدنا نفكر بشكل سلبي نحن بدنا نواجه هذا المرض وبقوة وبإرادة فهمت علي؟ أنت بتثقي فيني؟ ليش مين في خيرك؟ يعني حتى إذا ما وثقتي فيني صدقيني بدك أحلف لك أنت رح تطيبي وثقي بهذا الكلام رح تطيبي إن شاء الله لا أكيد إن شاء الله أكيد هيك أنا رح أضل أزعل فيكي ما رح أتركك ما رح أنزل على البيت رح أضل عندك هون رح أقعد بالصالون برا أتفرج على التلفزيون والله لا خلص عن جد روح ارتاح لا خلص أنا مرتاح ما عليك مني ما تفكري فيني خلص حتى أنا يميني من ذهنك لازم تفكري بس بحالك إنه هذا المرض أنت قادرة عليه بس وبتقدري عليه صدقيني أنت قوية ومالك قليلة ورجيني وتكلم مع المرض يلا أنا برا مخبي عني شيء أكيد هاي قصة ربا من جوزة مش عارف يطلع مو كل الحكاية كل حكاية كتري شوي شو جوري؟ شو
شبنا. بكره من الصبح بتشتري لي مواد اكبر من هي، هي ما عاد حملت. مشي ومشان ليال بعد بدي اياها تطول معك اكثر من هيك، لازم بعد يومين تكون نازله على الشغل. معلم انت الحق عليك. ليش تعطيها مصاري؟ اتركني انا اتصرف. هلا بكون صرفت نص المصاري. مو مشكله. خليها تاخذ راحتها، تشتري اللي بدها اياه والطب اللي بدها اياه. اولتها واخرتها جايب رجليها لعندك. صحي شو قصتها هي البنت اللي قلعتها اليوم؟ متحيوني. متحيوني على الاخر. ما في شيء ما سويته معه، ما كان يمشي حاله. ما قلتي لي صار لك زمان عم تشتغلي هون؟ انا ما بشتغل. جاي عم تعمل سياحه هون؟ لا، هذا بيت رفيقي. ليش انت شو بتشتغلي هون يا دادا؟ بشتغل هون بس عم فكر اقدم استقالتي لاني حاطه عيني عليه. ايه صحتين. يلا انا ماشية. شو هالحكي؟ اي والله مشان ما نضايق ارست ساندي. حرام، بما انه حيطة عين عليك مشان افضي له الجو. اوكي يلا تشاو. عادي عادي عادي، لسه السهرة اولا. سلطان وصل هالفهيمة، وصلنا رسالة على الطريق. مشي. ليس شبك، ليش هيك عم تحكي معي؟ تصبحي على خير. تتهني حلوة. ليش ساعدتك؟ تحديد المسؤولية الدقيقة عن اللي صار بالبلد وعم يصير مهمة أشبه بمستحيل. الغلطانين كتار والمسؤولين عن حال البلد كتار كتير، بس بالتأكيد المسؤولية الأكبر على المسؤولين. على القليلة لأن الأمور تفاقم. تحديد كفي برا رواق. شموسة؟ ماما شموسة؟ حبيبتي؟ صباح الخير. صباح النور تقبريني؟ انتي سهرانه لهلا عم تشتغلي؟ اي والله حبيبتي، لكن اليوم لا تروحي على الشغل، خليكي مرتاحه. ايه تركت الشغل امي، تركته. والله تركتيه؟ ليش؟ بدي اتفرغ للفيلم شوي وبعدين بلاقي شيء احسن اكيد. ايه تقبريني، انتي اضرب مصلحتك يا حبيبتي. ماما حبيبي انا كثير اسفه لانه امبارح عليت صوتي عليك. ولا يهمك يا روحي. حبيبتي مشعتك شوي، مو مشكله بسيطه. سلامتك ماما. رح اساوي لك فطور. ايه لا حبيبي لا، خليني نام، كثير نعسانه بس شوي. طيب لك يلا قومي فوتي على غرفتك. لا لا بدي نام هون، ابرد جوا كثير. شو هون؟ ايه خليني خليني نام. ايه صبحي. ارفعي شريكي ماما. عيون رايحين. يسلمك. هزلي بس شوي. يلا. يهرق عريشك. بونجور. بونجورك يا حلوة، وينك؟ يعني وين بدي يكون؟ بالشغل. طيب ليكي تفرجت على المواد، الصورة كتير حلوة والشغل عن جد ظريف. ايه. بس هيك حبيت طمنك. ايه كتير منيح، معناتها بدك ترجينا حالك ببيت البنات. كيف بدك تزبطي الإضاءة؟ طيب ماشي ماشي. يلا روحي بدي نام، فرطانة تعب. بشوفكن. طيب يلا باي. وين بدك تبلش؟ هلا اذا يا ريت. وانا جاهز. بس مثل ما اتفقنا، ها في عندك تجربه شهر زمان، بجوز انت ما ترتاح معنا او نحن ما نرتاح معك. اتفقنا. بس ايش بدي البس؟ صبايا. نعم. بعرفكم ايهاب. اهلين. رح يبلش معكم دوام اعتبارا من اليوم.
بدال شمس. ايه اهلا وسهلا، وين المشكلة؟ يلا غرفة الملابس هنيك على اليمين. شو اجاكي حبيب القلب؟ وبرص ان شاء الله، بس كمان صار بده يشتغل معنا؟ لك ايش هو هاد لزقة بالزهر؟ العمل؟ طبعا خذوا الطلبة تأخر. ما قصدك انت التاني مصطفى. مصطفى قوم حبيبي قوم. يا مصطفى قوم حبيبي، تأخرت على الشغل. بعدين يعني يا ربي دخيلك. قوم يا مصطفى الله يوفقك. شو بديك؟ تأخرت على الشغل. أنا اليوم إجازة. إجازة؟ إجازة شو؟ إجازة إجازة شو؟ إيه بس لسه ما لحقت الدوام لحتى تاخد إجازة. نوال مشان الله تركيني بدي نام أنا. مصطفى فهمني شو قصتك؟ علي كل شغلي بدي فهمك يا ربي. حلك شو القصة؟ أنا أخذت إجازة مثل ما كل الموظفين بياخدوا إجازات، ولا الموظفين بحق لهم ياخدوا إجازات أنا ما بحق لي أخذ؟ لا حبيبي بحق لك، بس أنا استغربت. عمى ما تواخذني حبيبي، أنا بس خفت إنه تكون راحت عليك نومة. رجعنا. صباح الخير. موعد البزل بعد الظهر، بخلي صيادي وبجيب اختك. ها اهلين اهلين يا غزال. شو اسمك؟ عبد اسمك انا. تفضل تفضل الجو. في حدا جاي على الطريق لسه؟ اول موعد بعد الساعه دكتور. في شيء مستعجل؟ لا ابدا ورجعت. طب الغيبي كل المواعيد، انا بدي اخلص اهم شيء. حاضر دكتور. مبروك صحتكم. مبروك صحتكم يا شباب. صحتكم يا شباب. صحتك معلم. يلا معلم ورجينا. تفضلوا ارتاحوا. هات الهواء. يلا عدوا. يلا قطع وفد. فلفل وقرنفل. ناولني خليني شم. ناولني حاسة حالي مراقبة. في سيارة صرت شايفتها مرتين ماشي وراي. مالي متأكدة. دخيلك انتبهي يا تولين. المهم قليلي هلا شو قررتي مشان نسخ الملفات؟ لحظة لحظة شوي. ليكي تولين سكري هلا برجع بحكيكي. والله ما بعرف، كله على بعضه مخربط، فجأة بيجي وفجأة بيروح. صار لي عم غير مواعيد للناس أكثر من مرة. طيب سالي، معقول أنت لهلأ ما فهمتي شو عم بيصير معه؟ لا والله ما بعرف، بس شكله ما أنا مبسوط. ماشي، بحكي معك بعدين. مع السلامة. والله خايفة يا تولينا. كل ملف عم لاقيه بهاللابتوب اخطر من الثاني. ما بعرف شو ما رح اشرح لك شو بدي اشرح لك. يعني بدي
بتعرفي شو صرت حاسك اليوم عم يمرق وما عم بعمل فيه شيء كأنه شيء ذنب برقبتي. انت ما بتتخيلي انا شو عم بقرا هون. اكيد رح نلاقي طريقه نسخ فيها الملفات اكيد. الله لا يوفقه. لازم انسخ الملفات. عم فكر انسخ اكثر من نسخه لانه اكيد بدي اوديهم لاكثر من جهه. وخلي انا وحده معي احتياط ضمان لإلي. يعني بتعرفي شو عم فكر؟ ما بعرف اذا صح ولا لا، بس شو رايك خبر يوسف؟ يوسف؟ ما بعرف شو رايك. ما بعرف. طيب ماشي، رح أعطيك 1500 مشان مواصلاتك، منيح هيك؟ تمام، أول ما بتستلمهم بتخبرني، لا تنسى، لا تأخر، الله يخليك. على رأسي يا خال. سلمها. مع السلامة. شيلها. فيهم رزقة. أنت صار لازم تفتح المحل بقى. بالأول لازم نخلص من قصة خطبتنا. بعدين بفتح المحل واستأجر بيت و... إلا ما الله يفرج لها. ما بدك وافق أنا بالأول؟ تسمحي لي أخطبك يا حبيبة قلبي؟ يا مجنون بتسمح تقوم تقعد على الكرسي؟ تسمحي لي أخطبك؟ اسمح لك. أنا آسف. آسف إني أحطك بموقف صعب مثل هذا، بس عن جد غصب عني. حبيبي أنا موافقة. وعن جد لازم نخلص من قصة خطبتنا بسرعة. إمتى بدك تشوفها لأمي؟ ليش وافقت؟ لا ما وافقت، بس أنا بدي حدها تحت الأمر الواقع. خلص بتروح وبتخطبني، إن شاء الله قلعتك. معلش بس على الأقل خليها تعرف إني مصرة. إن شاء الله قلعتني. هذا فواز. ألو كيفك جابر؟ أهلين فواز. بدي أسألك، جوري اتصلت؟ لا والله لهلا ما اتصلت. طيب أنا بدي أشوفك ضروري. إيه؟ إمتى وين؟ استنى تليفون مني. جهز حالي وبحاكيك. لا لا ما صار شيء، بس هذا حيوان. هذا اكيد ما فيك شيء، مانك موجوع، ما في شيء عم يجاك. لا لا ما في شيء، ما في شيء. انت صار لك شيء؟ لا انا منيحة. طيب خلص يلا اطلعي اطلعي. انت اكيد منيحة. لك انا احسن منك. اطلعي خلص يلا. أرباح خيالية، سوق مفتوح والطلب كبير. شكل هالقصة مطولة. على مهلهم، كل ما ولعت نحن منستفيد. شو ورانا؟ شو شباب؟ جاهزين للي بعده؟ شو اللي بعده؟ العملية اللي بعدها. إن شاء الله مفكرينكم توقفوا. طيب فهمنا شو هي؟ عملية بثلاثة مليون دولار، مربحها 1500% وبتخلص بثمانة واربعين ساعة كالعادة. مضمون. شو سليمان؟ يا أخي المبلغ كبير. اسمعوني شباب، أنا بفوت بنصيبي 200,000 وبتدين 200,000
صاروا 400 يعني بقيان 2,600,000 50 50 يعني كل واحد فينا 1,300,000 شو سليمان؟ لسه بدها ترتيب، اتركوني افكر. شباب لا تفكروا كتير، في غيرنا عم بشيل. تشيرز. صحتك. اللهم صلي على النبي. الو صباح الخير. اهلين، مين معي؟ انا ماجده. شو ما حفظتي رقمي؟ اهلين ست ماجده. لا والله ما حفظته. احفظي لك من عيوني. كيفك؟ طمنيني عنك. انا منيحه والحمد لله. دقت لك مشان اعزمك على القهوه. بتحبي اليوم بتحبي بكره على كيفك. لا حبيبتي، بدك تسمحي لي هالمره. هالمره عندي. ايه شو عليه؟ بيجي لعندك. معناها بكرة بتجيبي وجد وبتجي، والبنت اللي عندي بتدير بالها عليه ونحن بنفضل بعض. منيح، معناتها بكرة بدق لك وباخذ العنوان منك. حبيبتي رح ابعث لك الشوفير ويجيبك لعندي. يا سلام، ليش لا؟ ولو انت غالية. ناطرتك. يلا باي. باي حبيبتي، باي. مع ألف سلامة. يا رب. خلينا نروح نعمل البزل الاول. يلا يوسف، معلش اول نعمل لك صوره لكتفك ونطمن عليك. ما بدي شيء، انا اذا بدك تصوريني لا بد يعني تصوريني بالموبايل. يلا قاعد يستنيني هون. انا رايح اشوف الغرفه. يلا شباب لا تفكروا كثير، في غيرنا عم بشيل. سليمان اجت الرزقه. اهلين سليمان. ما بدك ال 4,000؟ ايدي بزنارك. شلون ما بدي اياهم؟ انا اللي بدي اياهم. اليوم بيجي لعندك ونتعشى سوا. ايه يلا عم بستناك. بس شو حابب تتعشى سليمان؟ ما بتفرق. جيب معك انت بيتزا عائليه. الا بس تنتين لا تكتر. حاضر. احلى سليمان، مع السلامه. يا اخ عم قلك سيارة مرقت مثل الصاروخ، ما في سنتيين بينه وبينه. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. غريب غريب والله، شي غريب. كل شي عم يصير معي شي ما بتصدق. هلا المهم طمنيني، هذا البزل بيوجع؟ ما بعرف، لا يمكن مدري شوي، بس انه الفكرة اللي زعجتني انه لازم اقعد 12 ساعة متسطحة بدون حركة. بدون ها سمعتي؟ ما في حركة. مو هلا تقولي لي بدي اعمل وبدي ساوي؟ حافظتك كثير منيح. تقولين ما فيني ضلني قاعدة، كمان انا لازم اتحرك، لازم اعمل شيء. يا حبيبتي انا اللي بعرف انه انت لازم تتحركي، بس لحتى تتحركي لازم تكوني قوية، صح ولا لا؟ هو هيك هيك عم بقول. يلا برجع بحكي. يلا جاهزين. خال يوسف هو الحل. شلون؟ هو موافق عليك، أنا حكيت لك مو؟ إيه ببساطة منخليه هو يقنع أمي، يعني هو كبير العيلة وماما بتحبه كتير ومستحيل تكسر كلمته، بعدين بتعرف إنه هو اللي رباني. إيه والله مظبوط. معناها نحن ما بقى لازم لا نخاف ولا نفكر ولا نعمل شيء، لازم نخليه هو اللي يعمل. إيه والله مظبوط. يعني نريح حالنا شوي. نريح حالنا كثير. اوف لسه حامل كل شيء فوق ظهري انا. رح اعرفك عليه باقرب وقت. وانا جاهز ومستني ومتشوق وناطر على معك. ممتاز، خلص الموعد قريب.
أنا بدي روح هيك أصفون شوي مشان تصوير اليوم. لا تنسى تجي أستاذ. معقولة أنسى؟ يلا لحظة حتى أنا أنسى. معك 200؟ 200 لا والله يا حبيبي ما معي فراطة. طب خلص اتركها. لا بده يرجع لنا الباقي. أنا عن جد آسفة. صار لي ربع ساعة مأجل الدرس وأنا عم أقول هلأ بتصل وهلأ بتصل. يعني كنتي قولي إنك مالك جاية؟ والله حقك علي، بس الماما تعبت شوي وماني قدران أتركها وأطلع. خير؟ شو بس ست الوالدة؟ ما في شي، سلامة قلبك، بس يعني شكلها نزل ضغطة شوي. خير، الخيرة في ما اختاره الله. ابقي طمنينا عن الست الوالدة. أكيد 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 أهلين. ايدك حبيبتي. اليوم الطبخ علي، راح اعملكم جوسبس. خليك مرتاحه. متى تجي الراحه؟ ايه ماما؟ وينك انتي؟ وين اخواتك؟ شوفي شو الاصوات اللي عم بسمعها؟ شوفي جودي نزلت عالشام، لا تخليها تجي لهون. شوفي جابر كمان. لك امي شو عم تحكي؟ شوفي لك امي له جمعتين ما في شيء، قلنا الحمد لله بدي قامت لايامي. طب ليه ما امك وابوك؟ طب ليش بعدكم قاعدين بالبيت؟ ليش ما طلعتوا شو ناطرين؟ لك انا بيت راح البيت راحت البنايه. نحن متخبئين باستعناد محمود. اي حدا عم يطلع عم يضربوا القناصة. استغفر الله العظيم. طب يعني اعطيني اعطيني امي لك. اسمعي بتضلك بتحرك ما بتتحركي انت وابي محك وابي وين وابي جنبك. الله اكبر الله اكبر شو دبر محمود ترجم. الله اكبر ابوك جنبي عم يتشاهد. لك امي ديروا بالكم على بعضكم انت واخواتك. ايه بالكم على بعض. طيب اسمعي ما بتتحركوا فتر فتر من محلكم ما بتتحركوا ولا خطوه. خليني اشوف انا شو بدي اعمل. يلا روحي سكري التليفون وبتضلك بمحلك انت وبابا. ايه طيب الله شو بك يا امي؟ شو بك؟ خايفة على أختك، خايفة من كل شيء. أنا قايمة أفتح. خليك أنا أفتح هذا أكيد جابر. مرحبا كيفك؟ مريم تمام بس إنك تعبان. خير شو بك؟ شو بيعمل فيه؟ نزل ضغطه. كيف يعني نزل ضغطه؟ لك ليك أستاذ ما بعرف سويت إلا لبن كتبت له الملح. خير ماما حبيبتي؟ شو بكي؟ ما بنش راسي عم يوجعني شوي. في شي جديد؟ اتصلت جوري؟ لا ما اتصلت. ما حكيت معكم؟ لا ما حكيت. فواز اتصل فيني. شو بده؟ بده يشوفني ضروري. تخيلك روح شوفه بلكي منخلص من هالقصة بقى. إن شاء الله يا رب ما
المهم انت تهدي، ديري بالك على حالك، والله اذا بصير لك شيء كلياتنا بنغرق بشبر مي. ما هادي انا ما فيني شيء. ها ما فيني شيء. تقبريني. ذكرى